تقريبا شو من خطر على بالك بوليسيز موجود؟ يعني انا اذا جيت وقلت هلا بدي اعمل بوليسي خاصه بممنوع مثلا يحطوا الفلاش ميموري اللي هن الريموفبل ديفايسز، فاذا بدي هيدي البوليسي بقدر ظبطها من الجي بي او، مين اليوزرز اللي بدي اسمح لهم ومين اليوزرز اللي بدي امنعهم. تنقدر نعمل هذا البروسيجر حروح على التولز، بعدين حروح على الجروب بوليسي مانجمنت، اذا كبست عليها حتفتح عندي هون. هون طبعا انا I have to assign a new policy. هيدي البوليسي اللي بدي اعمل لها assignment، انا بدي كل اليوزرز اللي هن الستاف، يعني حعدل على deny access to control panel، حاجي عليها اللي موجوده عندي هون بالجروب بوليسي objects، حاجي على deny to control panel، اول شيء حاعمل لها rename لانه بدي غير لها اسمها access to control panel، ححط هون and usb storage. بمجرد ما كتبتها بهيدي الطريقة صار فيني يزيد عليها شغلة تانية، بكون هون بعرف هي عن شو بتحكي. فإذا جيت عليها وعملت right click وقلت له edit، حيفتح لي إياها and I can edit my own. طب كيف بدي لاقي البوليسي اللي أنا عندي إياها براسي؟ تقدر لاقيها في عندي كذا طريقة، يا أما ببرم على جوجل بيبين عندي شو هو البروسيجر اللي لازم أعمله، أو إذا ما عندي access على الإنترنت I have to be clever a little bit. Is it a computer ولا user؟ هي أقرب للكمبيوتر لأنه أنا بدي أمنع الكمبيوتر أنه يعمل أكسس على اليو اس بي. إذا اليوزر كان موجود على هيدا الكمبيوتر، الكمبيوتر لازم ما يخليني أني أنا أستعمل اليو اس بي. فإذا most probably حتكون بالكمبيوتر configuration، حتكون بالpolicies، وطبعا لازم تكون بمحل من هيدول تحديدا الadministrative templates. ولكن تلاقيها لأنه بعرف التمبلتس إذا فوت عليهم وبقول all settings حيكونوا كتير كتار، فصعب أني لاقيها. فإذا بعمل رايت كليك عليها وبقول له I need to apply a filter، يعني بكبس على filter options. إذا كبست عليها I have to enable a keyword، هيدا الكيورد اللي بدي إياه أنا. حنجي نقول مثلا هون أنا كنت كاتب قبل USB، حاله بدي كلمة removable لأنه أنا بعرف أنه هو removable storages. فإذا بعمل OK، هلا بسبب الريزولوشن مش مبين الـ OK، بس أنا حكبس على التاب وأعمل Enter. هون طبعا حيطلع لي كل الأشياء اللي خصهم بالريموفبل، ببينوا عندي في أشياء بالسيستمز، في أشياء بالويندوز كومبوننتس. حروح على الأول سيتينجز وحلاحظ أنه عندي صاروا أقل، صرت بقدر طبعا أحصره، حعمل ماكسمايز تشوف يلي بدي إياه. يلي أنا بدي إياه I need to deny all removable storages، فإذا عندي هون شغلة اسمها all removable storage classes deny all access. It's not configured، يعني بتمشي على الديفولت، الديفولت هي allowed. دبل كليك عليها، إذا بعمل دبل كليك شو حيقول لي؟ This policy settings take precedence، بيحكي لي شوي عنها، بيقول لي if you enable it no access is allowed to any removable storage class، يعني لا hard drive ولا حتى flash memory ولا أي شيء بتاتا. حقول له yes I need this، بقول له enabled، حعمل maximize، حقول له من بعدين okay and now it's enabled. بهيدي الطريقة أنا بقدر استعمل الفلتر تقدر أوصل للي بديه. إذا بجي هلا بعمل right click بقول له شلي الفلتر، حيرجع كل شيء مثل ما كان، حسكرها، حأرجع روح طبعاً أنا على البوليسي اللي موجودة عندي هون، بكبس عليها تبعت ستاف، بقول له أرجيني الريبورت من السيتينجز، حاله كلوز هون. إذا برجع بنزل شوي صغيرة لتحت حلاحظ أنه صار في عندي تو بوليسيز، يلي هي تبعت الكنترول بانل، وممنوع يفوت كذلك الأمر باليو اس بي ميموري أو يحط اليو اس بي ميموري تيقدر يعمل أكسس على الريموفبل ستورج.